أيها الحضر الكريم، مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، وعلى بركة الله نتحرك بشوط آخر وهو الشوط الثاني في صباح هذا اليوم. الشوط الثاني لفئة الثنايا الأبكار المهجنات الأصايل اللي هجن أصحاب السمو والشيوخ ومن يرقب أيضا من أبناء القبائل. نرحب بهذه الشعارات ونرحب بالخمسة كيلومترات التي نتابع فيها هذا الانطلاق وهذا التحدي. نرحل أيضا إلى المقدمة لنتابع شعار سمو الشيخ مؤيد بن محمد بن راشد آل مكتوم بالمقدمة على ظهر حشيمة بقيادة محمد بن عبد الله بن حميدان الفلاسي، والمركز الثاني، المركز الثاني تتقدم الآن في هذه اللحظة الطيارة حمد بن سالم بن سليم، من يقدم لنا الطيارة بالمركز الأول والمركز الثالث والرابع الشاهينية المملوكات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وعبيد بن محمد بالضبيعة مع التضمير. هذه الأسماء أيها الحبل الكريم، مشاهدينا الكرام، نعود إلى جبارة بن سليم ماخذه الميدان، ماخذه الميدان والمركز الأول على حسابها، على حسابها تتقدم بدون ملل أو كلل. هل هي تصمد إلى خط النهاية؟ المسافة طويلة يا بن سليم، المسافة طويلة، 5 كيلومترات مع بداية الموسم في 3 أيام عيد الأضحى المبارك، أعادكم الله عليه كل سنة وكل حول بالأمن والأمان. نحن وأيضا شيوخنا وشعب الإمارات بالخير والصحة والسلامة والعافية. نتقدم نحن أيضا مع اللي هي المركز الأول، الطيارة متى بنقول طارت الطيارة وحلت الطيارة؟ هي طارت الآن، لكن ما أدري وين تحل، في أي مطار، المطار رقم 1، المطار رقم 2، المطار رقم 3، ما أدري، الله أعلم. نشوف المركز الثاني حشيمة لسمو الشيخ ماجد بن محمد بن راشد آل مكتوم ومحمد بن عبد الله بن حميدان، أيضا يتواجد أبو عمر مع حشيمة. والمركز الثالث الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبيد بن محمد بالضبيعة أيضا يتواجد مضمرا مع الثالث والمركز الرابع. هذه الأربع المراكز الأولى، وشوطنا ما يكمل لنا النصاب، ما يكمل لنا النصاب. نحن جوائزنا للعشرة المراكز الأولى، واللي مشاركين أربعة فقط من المضمرين، 1 من أبناء الشعب، و3 شعارات لأصحاب السمو الشيوخ. نتقدم مع الطيارة مرة ثانية، نتقدم وتحمل معاها الآمال، تحمل معاها أيضا الرقم 1 يا محاسن الصدف أنها بالمركز الأول ومعاها أيضا رقمها واحد، نبغي نقول 1 على 1، وبن سليم رقم واحد ما زال على المقدمة، ما زال عنده يكشف أوراقه في بداية الموسم ويقول أنا جاهز للميادين، جاهز. طيب، تاريخك جميل يا بن سليم، وتاريخ هجنك أيضا أجمل، دائما يشاركنا بالنوعية الجميلة، دائما ينتقي من السلالات. المركز الثاني حشيمة تتواجد أيضا بالمركز الثاني، تتقدم بشعار سمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد آل مكتوم وبأوامر وتضمير محمد بن عبد الله بن حميدان. أما المركز الثالث الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، عبيد بن محمد بالضبيعة، والمركز الرابع أيضا نفس الأسم ونفس المالك ونفس المضمر. هذه الأسماء مشاهدينا الكرام، حفلنا الكريم التي نتابعها في هذا الميدان، نتابعها في هذا الانطلاق، والطيارة ما زالت مصرة أنها تأخذ المركز الأول. ما أدري هذا الإصرار أمام لوحة الكيلو، ما أدري هناك تستوي، هناك وين الأخ وما يعرف أخوه،
أو وين الولد ما يعرف أبوه، أو وين 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 يعني في الميدان ما يتعرفون أبدا لين ما يخلص الشوط. لين ما يخلص الشوط وبعدين قال له الناموس. الناموس طيب نشوف الناموس. الناموس ما زال مع الطيارة، ما زال إلى هذه اللحظة مع الطيارة 1600 متر. وحمد بن سالم بن سليم من يقود الطيارة، من يقود الطيارة والعصاقوس، العصاقوس العصاقوس. المركز الثاني فهنا حشيمة أيضا ما يستهان بها، بدأت أيضا تقلص المسافة، كانت بعيد شوي عنها بفارق 50 متر، والآن يعني المسافة بدأت تتقلص إلى تقريبا 20 متر، وعندها المزيد أظن، عندها ما تطيح حشيمة. شاهينية أيضا، شاهينية هل لها نصيب الأسد؟ الله أعلم، لأن بدينا نقترب من لوحة الإعلان. لوحة الإعلان 1200، هذه ناس متخصصين لها، هاي متخصصين لها عبد الرحمن، ما نقدر ناخذها عنها، ما نقدر. لو نجيبها نحن يمكن أنها ما تصلح، لازم عبد الرحمن وابو الحضير مسوي لها 1200، هاي هم متخصصين لها هذه لوحة الإعلان. طيب الحين الكيلو المتر الأخير، الكيلو المتر الأخير، والطيارة مستانسة. وحشيمة أيضا، لا حشيمة بدأت تطلع نواياها. حشيمة بدأت تطلع نواياها. حشيمة تتحرك مع الطيارة في مكان واحد، في موقع واحد، أول هدف واحد، الهدف الناموس. الحين بدأت حشيمة تأخذ المركز الأول بفارق بسيط. والطيارة عادت مرة ثانية، عادت لتتحدى حشيمة. أبدا ما كلموهن إلى هذه اللحظة. الخيزران العصا ما طلعت من البطان، ما طلع. يلا يا آلي تحرك، يلا يا آلي، يلا يا كمبيوتر، يلا يا جماعة، يلا تحركوا. 400 متر ما تفصلنا عن خط النهاية. والطيارة ما زالت لا، عندها المزيد عندها الزود. يا سلام، تحركت حشيمة. عصاها طلعت من البطان، ولكن الطيارة الهب المرصاد ما معطلنا المجال من بداية الانطلاقة، مسكرة عليها المركز الأول. تتحرك حشيمة، تتجاوز حشيمة، الطوف حشيمة، تأخذ الناموس. الناموس إلى سيدي سمو الشيخ مايد بن محمد بن راشد المكتوم ولا المضمر محمد بن عبد الله بن حميدان. تهانينا. المركز الثاني الطيارة الحمد بن سالم بن سليم، والمركز الثالث الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد، والمركز الرابع أيضا الشاهينية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم.